في العربية هناك فرق بين شيش وشيشة. مبارزة الشيش رياضة يتبارزون فيها بالأسياخ، وشيش كباب، كباب على السيخ، الشيش هو السيخ. وهذه عند الأتراك شيشة. الواقع أن كلمة شيش فارسية معناها زجاج، وصارت في تركيا تعني كل قارورة حتى لو كانت من البلاستيك. والشيشة عندنا هي النرجيلة، فهي قارورة زجاجية قبل أن تضاف إليها السموم والجمر. وأراد الإنجليز عربية فسموها حقة من حقة العربية، والحق هو العلبة. وظرف الإنجليز على غير عادة فسموها باسم الصوت الذي تخرجه، رأوا الشيشة تقول هبل بابل فسموها هابل بابل.